السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلاميذ سنة الخامسة ابتدائي وكذلك الأولياء اللي راهم يشاهدوا فينا مع الأستاذة في ريال إديكاسيون. إذا اليوم سأقدم لكم ملخص لجميع الدروس التي يجب حفظها تحضيرا لاختبار الفصل الأول في مادة الفرنسية. إذا فلنبدأ على بركة الله. بسم الله. إذا كونكليزيون، ملخص. إذا أول درس يجب حفظه يا تلاميذ هو حفظ ليزاجيكتيف كاردينو كتابة وقراءة، اللي هما الصفات الرقمية. إذا تحفظوا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. انتما كنتو درتوها في الدرس، يعني درتوها حتى الألف حتى الميل، لكن أنا أحبذ أنكم تحفظوا فقط العشر أرقام، العشر أعداد الأولى، يعني هكا تلميذ باش يقدر أيضا يدير ليزاجيكتيف أوردينو. أن يجب حفظها كتابة وقراءة. تجدون درس ليزاجيكتيف كاردينو على الصفحة 14 من كتاب الفرنسية، لا باج 14. إذا هذا الدرس مهم جدا، راح يطيح كسؤال في الاختبار تاعكم للفصل الأول. نرجع الآن للدرس الثاني. الدرس الثاني الذي يجب حفظه أيضا هو ليزاجيكتيف أوردينو، صفات المراتب كتابة وقراءة. فمثلا عندي المرتبة الأولى première الأول. إذن المرتبة الثانية deuxième، المرتبة الثالثة troisième، المرتبة الرابعة quatrième. إذن حتى للمرتبة الأخيرة dernière. تعمدت أني ندير لكم première وديرني تحت بعضاهم هكا تلميذ باش يفهم الدرس. بروميير قلنا هو الاول، بروميير الاولى، ديرني الاخير، ديرنيير الاخيره. اذا هذه يا تلاميذ راهي في المذكر، راهي في الماسكولان، وهذه راهي في الفيمينا. لاحظوا هنا تنتهي بالاي او ار، واش ضفنا؟ ضفنا الاكسون وضفنا الاو في الاخير. هنا رانا حولنا كلمه الاول الى كلمه الاولى، وهنا الاخير، الاخير ديرني، الاخير ديرنيير الاخيره. اذا كيف ضفنا الاكسون فوق الاو وضفنا الاو في الاخير. اذا هذا يقدر يجي كسؤال ايكري او فيمينون، اكتب في المؤنث. نرجع الان لهادو دوزيام ترويزيام كاتريام. اذا لاحظوا يا تلاميذ انه دو نفسها تاع الصفات اللي كنا نقراو فيهم، وجدنا لها الاي أ أكسون غراف أم أ. أيضا نفس الشيء بالنسبة لتخوازيام، لاحظوا تخوا ضفنا لها الإي أ أكسون أم أ. نفس الشيء لكاتريام، إذا ضفنا، لاحظوا ضفنا الإي أ أكسون أم أ. دونك هذا الدرس يا تلاميذ لازم تحفظوه كتابة وقراءة. على الصفحة، هذا الدرس راه في الصفحة 25، لا باج 25 من لو ليفر دو فرونسي 5ام اني بريمير. اذا هذا اللي رانا نلاحظوا فيه هنا، هذا يا تلاميذ يتحفظ كتابة وقراءة. نكملوا هنا مع الدرس الثالث. الدرس الثالث اللي لازم تحفظوه هو حفظ تصريف الفعلين سابلي سو روبوزي، ايضا كتابة وقراءة. راح تلقوه في الصفحة 18، لا باج 18. ملي كنت من قبل عملته في التمارين راح يطيح بنسبة 100% في اختبار الفصل الأول سنة خامسة. الدرس الرابع الذي يجب حفظه هو حفظ لو فيمينا للألوان، يعني نحفظو لي فيمينا تاع لي زاجيكتيف دو كولور. كنت درتهم في لاباج 19، صفحة 19 راح تلقاو لي زاجيكتيف دو كولور، درتهم في المؤنث. إذا إكزومبل فيولي فيوليت، بلون بلونش. إذن هادو الحالات الخاصة، احنا متعودين في المؤنث أن نضيفو الأو، لكن هنا ضفنا دوبل تي أو وهنا ضفنا الأش أو. إذن هادو تحفظوهم يا تلاميذ وتكتبوهم باش تتعودوا عليهم وتشفاو عليهم، لأنه هذا السؤال يقدر يطيح في الامتحان باش تديو النقطة الكاملة. هنا عندي بلو فيغ غري نواغ، بلو ضفنا الأو فقط تاع المؤنث، هنا فيغ ايضا ضفنا الاو تاع المؤنث، غري نوار ايضا كيف ضفنا فقط الاو. اذا بالنسبه لهاد الاربع الوان
وضيف الاو فقط، راح يشفع عليهم التلميذ، يعني هنا راح يحفظهم، محال التلميذ انه يهزهم بلا ما يحفظهم، اذا هنا التلميذ لازم يحفظ. نرجع الان ايضا للحالات الخاصه. لاحظوا هنا غوج تنتهي بالاو، الغوج سواء نكونوا في الماسكولان ولا في الفيمينون تبقى كما هي. ايضا بالنسبه للغاز ايضا تبقى كما هي. جون ايضا تبقى كما هي. مارون، لاحظوا هنا المارون حاله خاصه جدا، علاه؟ لانه مارون هنا ما تخلصش بالاو، احنا متعودين انه اللي يخلصوا بالاو نحطوهم كيما راهم في الفيمينون، اذا هنا مارون تبقى كما هي. اذا هنا عملت لكم هذه النجمه، يعني هي حاله خاصه جدا، مارون تولهوا لها يا تلاميذ وشفاو عليها، تبقى مارون في المؤنث. يعني واش يقدر هنا يطيح لكم في السوجي؟ جمله وفيها اللون البني مارون، هنا ما يحولهاش التلميذ، هنا يبقى اللون كما هو في المؤنث. اذا هذه ايضا حاولوا تحفظوها يا تلاميذ. نرجعوا الان للدرس الخامس. الدرس الخامس هنا اللي لازم يحفظه ايضا التلميذ هو حفظ اشكال لي زاكسون. هنا عندي اكسون غراف، اكسون اوغو، اكسون سيركونفلكس. اذا اكسون غراف تتجه نحو اليمين، اكسون اوغو تتجه نحو اليسار، واكسون سيركونفلكس تاتي على شكل سهم، ولا نقولوا عليها شابو يعني قبعه. هذا الدرس تلقاوه في الصفحه 20، لا باج 20 من كتابكم كتاب الفرنسيه. نكملوا الان مع الدرس السادس. اذا حفظ لي فيرب ديتا. لي فيرب ديتا هما افعال الحاله، راحين تلقاهم في لا باج 27. هنا يحفظهم التلميذ عن ظهر قلب. لو فيرب اتر، لو فيرب افوار، سومبلي، باراتر، لير، دوموري، دوفونير، ريستي. الوغ بالنسبه للسنه الخامسه توجور برسك يمدوا لكم اتر او بيان افوار، ومش يمدوهم لكم هكا، يمدوهم لكم مصرفين، كيما اتر يمدوهم صرف، افوار يمدوهم صرف. دونك هنا التلميذ اللي حافظ لا كونجيغيزون تاع اتر وافوار مش راح يلقى مشكل، راح يخرج لو فيرب ديتا من لو تيكست بكل اريحيه. نرجعوا الان للدرس السابع الذي يجب حفظه، حفظ لي سينونيم ولي كونترير. هادو لي سينونيم المرادفات، وهادو لي كونترير يعني الضد. هنا عملت لكم اثنين اللي ممكن يطيحوا يعني بنسبه 90% في السوجي تاعكم تاع الامتحان. بات معناها انيمال، بات يعني حيوان. لو كونترير تاع سوفاج دوميستيك، سوفاج متوحش ودوميستيك اليف. اذا حاولوا تركزوا على هادو في اثنين. الوغ نكملوا هنا مع الدرس الثامن. الدرس الثامن واش يقول؟ هنا عندنا ايضا المؤنث، لازم هنا نحفظوا يا تلاميذ الكلمات اللي يخلصوا ب اغ. لاحظوا كي نحولوهم للمؤنث كيف يصبح لا فان تاعهم، كيف يولي في الاخير يوليو از. كلمات اللي يخلصوا ب تور يوليو تريس. كلمات اللي يخلصوا ب او يو اكس يوليو ايضا از. اذا هادو وهادو عندهم نفس النتيجه، از از. اما بالنسبه للكلمات اللي يخلصوا ب اي او ان، لاحظوا المؤنث تاعهم نضيفوا ان و او في الاخير تولي لنا دوبل ان او. يا تلاميذ حاولوا انكم تركزوا ايضا على هادو في أربعة. الوغ هذا الدرس يا تلاميذ راحين تلقاوه في لاباج، راحين تلقاو هذا الدرس في الصفحه 30. اذا وهكذا نكونوا انهينا فيديو اليوم. اذا ساترك لكم هذا النموذج جاهز للطباعه في صندوق الوصف، من اراد يعني الاستفاده من هذا الملخص حاولوا الاشتراك في القناه، اي استفسار زوروا صفحتي على الفيسبوك، ساترك لكم رابط الصفحه في صندوق الوصف. الى فيديوهات اخرى ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.